بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية والعربية والخليجية، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية، تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا، من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف، في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الخالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، عاشر أيامنا من ضمن هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، انطلاقة رابع أشواطنا في هذا المساء الجميل للقعدان الإجذاع، ومن مسافة 5 كيلومترات انطلقت الشعارات واندفعت الأسماء البحث عن نوماس وعن انتصار الجميل ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير. مقدمة الشوط مبلش على المركز الأول، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يتقدم في هذه اللحظات، شعار البريدي القادم من دولة قطر الشقيقة. نرحب بجميع الضيوف. بينما المركز الثاني وصل في هذه اللحظات وتقدم في هذه اللحظات عذال واصل عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري، يقدم لنا عذال المركز الثالث. القدوم الحضور من المفتي عاطف بن عطية القرشي يحضر على المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن بيشان مع انطلاقة سراب حمد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي، يتقدم بن بيشان يتقدم ويتقدمون ابناء جوده على المستوى المركز الرابع شعاري بن بيشان. المركز الخامس الاسم القادم في هذا اللحظات، خامس الاسماء ارى الشعار الادعم قادم على المركز الخامس، ولكن المركز الخامس الصداوي هجن الشحاني ولكن انخطف. المركز الخامس من لطام مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهري على المستوى المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. النداء الأول أتممناه على مسامعكم، ولكن لنعود إلى مقدمة الشوط، إلى مبلش 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 حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. البريدي يتقدم مبلش على المستوى المركز الأول، بينما المركز الثاني القدوم المركز الثاني عذال عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري، يتقدم مع انطلاقة عذال. المركز الثالث القدوم من المفتي عاطف بن عطية بن حسن القرشي، يتقدم بعادل يتقدم بعادل على المستوى المركز الثالث. راشد بن سعيد بن حلفان في عملية التغمير
المركز الرابع القدوم من شعار بن بيشان، من شعار بن بيشان مع انطلاقة سراب حمد بن محمد بن فهد الرزق العجمي. يتقدم بن بيشان، يتقدم بن بيشان على المستوى المركز الرابع. المركز الخامس شعار الظاهرية مع لطام مبارك بن سعيد بن عبد الله الظاهرية على المستوى المركز الخامس. ولكن لنعود إلى مقدمة الشوط، إلى مبلش، إلى مبلش والبريدي على المركز الأول حمد بن جار الله بن علي بن حسين. البريدي، البريدي يتقدم بوجار الله، يتقدم بوجار الله مع انطلاقة مبلش وماركة مبلش بشعار البريدي، بشعار البريدي. ولكن المركز الثاني عدال، عدال على المركز الثاني شعار عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري ينطلق مع انطلاقة عذال، عذال، عذال بشعار بن شريم. المركز الثالث المفتي عاطف بن عطية القرشي بن بيشار على المركز الرابع وشعار الشعانية، شعار هجن الشعانية يتقدم على المركز الخامس. ولكن العودة إلى مبلش، إلى مبلش، إلى مبلش وعذال. يا سلام، يا سلام، الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير ومبلش على الصدارة. حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، البريدي بن شريم، بن شريم قادم مع عذال. شعار عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري يتقدم مع انطلاقة عذال. ولكن مبلش، مبلش وعذال، عذال ومبلش. يا سلام، يا صراع الجذاع، يا صراع القحدان. ولكن مبلش والعصا في البطان. مبلش، مبلش، مبلش حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي، البريدي الخمسمية متر الأخيرة. عذال، عذال على المركز الثاني. عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري يتحرك، يتحرك ويتحركون أبناء المملكة العربية السعودية بشعار بن شريم، بشعار بن شريم. ولكن مبلش، مبلش الإنجازات، مبلش الإنجازات، مبلش الرموز. سلام يا البريدي، سلام، سلام يا البريدي، سلام. وإن سألتوني عن إنجازات مبلش في رصيد رمزين، سلام يا البريدي، سلام. رمزين في الرصيد، رمزين في الرصيد. مبلش، مبلش، مبلش. والسلام إلى أخواننا بدولة قطر الشقيقة بشعار البريدي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي. ثانينا والنوماس المركز الثاني عذال بشعار عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري. المركز الثالث شعار عيد بن محمد العطوي. المركز الرابع شعار هجن العاصمة. المركز الخامس، المركز الخامس هادي بن سالم بن راشد بن لفجح المري مع المتحد. إذا متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، ثانينا والنماس لمالكي مبلش بشعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط. تهانينا والنوماس لك يا البريدي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل. تهانينا والنوماس. ها هنا لحظة وصول مبلش منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط. والتوقيت الزمني 8 دقائق 4 ثواني 85 جزءا من الثاني، هكذا توقيت مبلش. المركز الثاني عذال عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري 8 دقائق 5 ثواني و88 جزءا من الثاني، هكذا توقيتي عذال بشعار بن شريم. المركز الثالث شعار عيد بن محمد العطوي مع مرهق 8 دقائق 15 ثانية و48 جزءا من الثاني. والمركز الخامس شاهين بشعار هجن العاصفة. والمركز الخامس، المركز الخامس هنا شوباش بشعار علي بن سعيد بن سالم الزرعي.
حضر مع شوباش على المستوى المركز الخامس. متابعي الكرام مشاهدينا الاعزاء، تهانينا والنماس لمالك شعاري مبلش بشعار حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي منتزعا وخاطفا نوماسي هذا الشوط. تهانينا والنماس لك يا ابو جار الله على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار الجميل، والسلام الى اخواننا بدوله قطر الشقيقه وبالتحديد ميدان الشحانيه. تهانينا والنماس لك يا ابو جار الله ونقطه ثمينه في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الامين حفظه الله ورعى من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. تهانينا والنماس لجميع الفائزين. ما عرضت لسايمها على ذكرى سابوها.